في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضوان الله عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لذلك قال سليمان بن داود عليه السلام: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. وكما يقول الأول: احذر لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان، والكلمة الطيبة صدقة.